في اليوم الحادي عشر من العملية العسكرية التي أطلقتها روسيا ضد بلاده، ظهر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في فيديو مخاطبا الشعب الروسي وقال: لا تبقوا صامتين. وتحول زيلينسكي في خطاب بثه التلفزيون من اللغة الأوكرانية إلى اللغة الروسية قائلا: يا مواطني روسيا، هذا بالنسبة لكم كفاح ليس فقط من أجل السلام في أوكرانيا، بل كفاح من أجل بلدكم. وأضاف: إذا التزمتم الصمت الآن فلن يتحدث باسمكم سوى الفقر فيما بعد، ولن يجيب سوى القمع. وقال إن الروس شأنهم شأن الشعب الأوكراني أمام خيار بين الحياة والعبودية. وقال: اليوم إن القوات الروسية واجهت مقاومة أوكرانية شرسة، مؤكدا أن العديد من دول العالم تدعمنا في هذه الأزمة. وأضاف: الرئيس الأمريكي جو بايدن مصمم على تقديم الدعم لنا.